بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وقائدنا وقرتنا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى صحبه وآله أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في المجلس الرابع عشر من مجالس قراءة وشرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار لشيخ الإسلام أبي زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ووصلنا إلى الباب الحادي عشر، وهو قوله: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. قال: ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث، وفي رواية الخبث بإسكان الباء، والخبائث. يقول النووي رحمه الله تعالى: يقال الخبث، الخبث بضم الباء وبسكونها، ولا يصح قول من أنكر الإسكان. هي أصل الخبث، لكن للتسهيل العرب عندها قراءة كثير أنهم يسكرون للتسهيل والتخفيف. وروينا، أو خلينا على الحديث الأول، حقيقة الخلاء معناها المكان الفاضي. الخلاء شو معناها؟ المكان الفاضي. بس في أدب في التعبير، أدب في التعبير. لاحظ، الله عز وجل قال: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط في أصل اللغة المكان المنخفض، ولهذا بيقولوا غوط دمشق. غوط دمشق منطقة منخفضة، كلها أشجار ومزارع وبساتين بجانب دمشق، اسمها الغوط، المكان. فالغائط في أصله المكان المنخفض، والخلاء في أصله المكان الفارغ الخالي. الأدب في الكلام، لأنه ناس عدم مؤاخذة بيروح يبول أو يتبرز، مش راح يطلع على تل الجبل ولا يطلع على ميدان الجامع ويا جماعة تفرجوا عليه، وإنما بيذهب لمكان منخفض أو مكان فارغ. ولهذا الله عز وجل ونبيه الكريم يعني في التعبير ذوق وأدب، إنه ما بذكر هاي الشغلة، ولهذا عبد بالخلاء. ربما يقولون حش اسمه، أو الكليف، أو المرحاض، أو البراز. البراز المادة اللي بتطلع، البراز نفس الوسخ البراز، لكن البراز المكان الذي يتبرز فيه. فكلها طبعا، لاحظ كله بلف وبدوره بدون مش يحكي الكلمة، بدون مش يحكي الكلمة التي. ولهذا لاحظ في أدب الكلام، يعني بتشوف واحد راسه بقول مش ساقط ولا راسه، بقول له مش ناجح، مش ناجح. بتشوف إشي بشع تقول إيش بشع، تقول مش حلو. يعني خلي الكلمة الحلوة اللي هي تطلع من فمك، خلي الكلمة الحلوة هي اللي تطلع من ثمك، ما يطلع يعني قبيح. ولهذا لاحظ حتى في التعبير، الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال: سوداء ولود خير من حسناء لا تلد. طب عكس حسناء إيش يا أبو عبد الله؟ قبيح. بس النبي ما قال قبيحة ولود، لأنه مش من الأدب أنك تحكي عن أي امرأة قبيحة. ليش قبيحة يا أخي؟ أقول لك على الأقل، على الأقل، على الأقل في نظر أبنائها، في نظر أبنائها
ممكن تكون أمهم قبيحة؟ لا، هم بيقولوا القرد بعين أمه والعكس، فيش حدا بيحكي عن أمه بشعة. ولهذا النبي أدبا ولهذا ما قال قبيحة ولود، شو قال؟ سوداء ولود. ولهذا لما جاء مثلا قال إذا دخل أحدكم الخلاء، الخلاء هو المكان اللي يعني يذهب الناس لقضاء حوائجهم فيه، طبعا إما أن يكون في بنيان مختص بهذا، صار فيه عندنا مراحيض زمان ما كانوا، كانت العرب بيقعد بخيمة ويطلع يسيب بين الغنمات يشوف له مكان فاضي فارغ يقضي حاجته به. فإذا قلنا باب ما يقوله إذا دخل الخلاء، قال ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول الخلاء. الآن في الخلاء مكان قضاء الحاجة ما بذكر الله، سيأتي معنا سيذكر أنه ذكر الله عز وجل مكروه، لكن هو إذا أراد دخول الخلاء يعني هذا الذكر يذكره، يعني لا تأخذونه هو مقرمز ولا قبل ما يفوت، لا قبل ما يفوت، قبل ما يفوت. طبعا لاحظ أول شيء النبي قال اللهم إني أعوذ بك، طب النبي ليش بده يستعيذ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه كل بني آدم فيه معه شيطان، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلموا. فأسلم، أسلم الرجل أي هذا الجني اللي موكل بالنبي أسلم، وفلا يأمرني إلا بخير. وفي رواية ثانية فأسلموا أنا منه، فأسلموا أنا منه. طيب على الحالتين سواء كانت أسلم أو أسلموا، ليش النبي بيستعيذ؟ عشان يعلمني أنا وياك، وهذا معلم حتى يعلمنا. إذا لاحظ أول شيء في عندنا رفع الصوت بالذكر، كيف سمعوا الصحابة؟ كيف سمعوا أنس؟ أنس خادمه، إذا رفع صوته شوي، رفع صوته بالذكر، لكن رفع صوته ليعلمنا. أنت في داعي تعزر على الدنيا وترفع صوتك؟ لا ما في داعي، تحب بشكل على الأقل تسمع نفسك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسمع من حوله، ليش؟ حتى قال إنما بعثت معلما. طيب الذكر يقال في الخلاء ولا إذا أراد؟ في بعض الروايات إذا أراد دخول الخلاء، لأنه مش معقول وهو يعني أنا سمعه وهو قاعد في الخلاء، واضح؟ طيب قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث، وفي رواية الخبث والخبائث. الخبث له تفسيرين، قالوا الخبث بمعنى كل خبيث، كل خبيث، كل مستقذر، الكفر وإيش ما بدك تحط. يعني الله عز وجل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. شو الخبائث؟ كل ما هو مستقذر، كل ما هو مستقذر. جماعة قالوا لا، يعني ربما قالوا الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين. أيما كان معنى الخبث والخبائث، سواء كانوا ذكور الشياطين ولا إناث الشياطين ولا كانوا الأمور المستقذرة، الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يعلمنا ماذا نقول عند الخلاء. فنحن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الخبث والخبائث. وقلنا الخبث وردت بالرواية بصيغتين، في جماعة قالوا بصير وما بصير، يا عمي المحدثين رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشكلين. ولهذا يقول إمامنا النووي رحمه الله تعالى ولا يصح قول من أنكر الإسكان. ليش؟ لأنه رويت خلاص طبعا لغة، لكن نيجي نقول أيها الأصل، في ناس بيقولوا يا عمي التسكين غلط، مش معنى غلط، لا بقول الأصل بضم الباء زي كتب، زي كتب الأصل، لكن هذا الاستثناء. يعني لاحظ جاء في القرآن الكريم بدل لأخذتهم لأخذتهم، أو اركب معنا اركب. طيب شو الأصل؟ الأصل اركب، مش الأصل اركب؟ طيب بصير يقول اركب معنا، بصير يقول اركب معنا، ما هي وردت بالقراءة اركب معنا، لكن احنا بنقول أيها الأصل وأيها اللي ننتقل عن الأصل، هذا كلام ثاني. أما الثنتين صح، الثنتين صح. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى ولا يصح قول من قال من أنكر الإسكان. إحنا الآن ما بهمنا إسكان بدون إسكان كذا، لما تفوت لما تيجي تقرب تفوت على الحمام بتقول اللهم
إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اقتداء بحبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: وروينا، طبعا هذه الرواية قال في الصحيحين، الإمام ابن حجر تعقبه قال هي موجودة في الصحيحين، موجودة في يعني مش الصحيحين ذكرها، ذكرها الإمام البخاري تعليقا، يعني تعقب النووي في هذا، ما علينا، لكن الرواية صحيحة. قال: وروينا في غير الصحيحين. لاحظوا هذا النص الأول عن أنس في بسم الله، شو قال؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا هنا في بسم الله يا أبو عبد الله؟ لا. الآن قال: وروينا في غير الصحيحين بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، شو ضاف؟ بسم الله. طبعا إحنا هاي، فالنووي سيذكر إنه هاي هنا إضافة، وهذه إضافة بسموها إضافة ثقة، بسموها إيش؟ إضافة ثقة. إنه بالرواية الأولى، رواية أنس الأولى اللي ذكر عنها إنها في الصحيحين، قال بدون بسم الله، وفي الرواية الثانية طبعا ربما الرواة عن أنس بعضهم روى هكذا وبعضهم روى هكذا، وهذا أمر وارد لأن الرواة بشر. قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. النووي في غير هذا المكان، طب شو بقول أفضل؟ نأخذ بالرواية الأولى ولا بالثانية؟ بالثنتين، بالثنتين. يعني هذه الزيادة بالضر خاصة، يعني الزيادة الثانية اللي هي بسم الله، إحنا نأكل بسم الله ونشرب بسم الله ونركب بسم الله ونلبس ملابسنا بسم الله، كل شيء بسم الله. والله عز وجل لما قال اقرأ باسم ربك، ومثل القراءة كل شيء. فالسنة كما قال النووي إنك تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول الإمام النووي الحديث الثالث: وروينا عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف. شو الكنيف؟ نفس الشيء حكينا، الكنيف والحش والبراز والغائط والخلاء كل والمرحاض، كلها ألفاظ لشيء ما مكان قضاء الحاجة. قال إذا دخل ستر ما بين، عشان الله يعمي قمار الجن عنك أن يروا عورتك، قال أن يقول بسم الله بسم الله. إذا صار في عندي ثلاث روايات: الرواية الأولى اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والثالثة شو تقول؟ بسم الله. الرواية الثانية شو عملت؟ جمعتها الثنتين، أخذت بالأولى وبالثالث، حديث يعني حديث أنس مع حديث سيدنا علي الثاني الثالث اللي هو أن يقول بسم الله. طبعا رواه الترمذي، قال هذا الحديث اللي إسناده ليس بالقوي. النووي يقول نزل من حقاني، ما لما يكون الحديث صحيح يقول لك صحيح. هذا الحديث الذي رواه أو روي عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: ستر ما بين عورات بني آدم وعيون الجن أن يقول بسم الله. طبعا هو نفس يعني بمعنى كلام أنس ابن مالك السابق. الإمام النووي يقول هنا: رواه الترمذي، وقال الترمذي إسناده ليس بالقوي، وقد قدمنا في الفصول أول كتاب إذا متذكرين أن الفضائل يعمل فيها بالضعيف. الفضائل يعمل فيها بالضعيف، لأنه هذا الحديث وإن كان ضعيف شو بقول لك؟ هو لا في عقائد ولا في أحكام معاملات ولا في أكل أموال الناس لا بالباطل، مش شيء، هو قاعد يقول لك قول بسم الله، سواء صار في ستر ولا بسم الله، وهو نفس رواية أنس السابقة التي قلنا إنها في غير الصحيحين. قال أصحابنا، مين بيحكي؟ الإمام النووي: ويستحب هذا الذكر. احنا الآن قلنا الخلاء، طبعا الخلاء ربما زمان تعرفوا كانوا شيء بدوان وشيء بالصحراء وشيء كذا، وفي مراحيض وفي حمامات عامة وفي تحت الشجر وفي مدون. ما قال علماؤنا: ويستحب هذا الذكر سواء كان في البنيان أو في الصحراء، يعني مكان قضاء الحاجة، الخلاء كذا،
سواء كان في البنيه، نحن الان قل الا ما يعني ندر تكون مسافر على العقبه على كذا، تنزلق استراحات كثير كذا، لكن في ايامهم كان قضاء الحاجه او الخلاء في الصحراء اكثر منه في البنيان، طبيعه حياتهم سواء كان في البنيان او في الصحراء. قال اصحابنا رحمهم الله تعالى، لما النووي يقول اصحابنا شو قصده؟ الشافعيه. لما يقول قال اصحابنا، وهو يعني المحقق او شيخ المذهب الشافعي والمرجح فيه، قال اصحابنا رحمهم الله تعالى يستحب ان يقول اولا بسم الله، اخذا من روايه انس الاولى، انس الثانيه، وروايه سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم، قال يستحب ان يقول اولا بسم الله ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهيك بكون في عندنا قاعده عند المحدثين، اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. فلما يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، اخذ بحديث وترك حديث، ولا اخذ بالاثنين؟ اخذ بالاثنين. ايش هاي عند الأصوليين؟ أنا شو قلت؟ لا، هي عند الأصوليين، هذه عند علماء الأصول. تقعد زي الرصد. قال وروينا الحديث الرابع، وروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم. نفس المحصلة، الخبث قلنا إيش؟ ذكور الشياطين وإناثهم. طبعا الآن ممكن يكون الرجس النجس الشيطان، ممكن أعوذ بك من نفس الخارج، هذا ما هو كمان نجس. فالمهم قال ابن عمر شو بقول؟ اللهم أول شيء إيش قال؟ إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم. رواه ابن السني ورواه الطبراني في كتاب الدعاء. طبعا زي ما قلنا، حتى لو كان في هذا السند في هذه الرواية بعض الضعف ما فيه، لأنه غاية ما فيه أنه أمر بالاستعاذة، وإحنا أمرنا بالاستعاذة في الخلاء وغير الخلاء. قال حتى في الصلاة قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الآية 98 من سورة النحل. ولهذا لما اختلف العلماء في أي صيغة أفضل من صيغ الاستعاذة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان، قال وقد أتى في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار. في النحل قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي سورة المؤمنون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. فغاية ما في الأمر هذه الروايات التي تقول أعوذ بك من الشيطان عند دخول الخلاء ولا عند غير، هي تطبيق لما جاء في القرآن لكن في موقف خاص. طيب في الخلاء في ناس ما بتحلاله السواليف كل كذا إلا هو بالخلاء. فهنا يقول النووي بابه في معنى وقفه باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء. يكره، مش يحرم، شوف يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة، طبعا سواء كان في بنيان ولا في صحراء، حال قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو في البنيان، وسواء في ذلك جميع الأذكار أو الكلام العادي إلا كلام الضرورة. انت بهالحمام شميت ريحة حريق، بتقول الكلام مكروه بتخلي الدار تنحرق، ولا بتصيح شوف الغاز، شوفوا في ريحة غاز، في ريحة كذا، شو رأيك؟ أكيد هذا كلام ضرورة، أحسن ما تطلع وانت زق. شو اسمه، فإذا صار في ضرورة بدك تنقذ ولد، بدك شو اسمه، الكلام تزول الكراهة هنا. قال إلا كلام الضرورة، حتى قال بعض أصحابنا إذا عطس لا يحمد الله تعالى ولا يشمت عاطسا،
تشميت العاطس يعني الرد على العاطس، قال عاطس عاطس وقال الحمد لله تقولوش رحمكم الله، استنى علينا ما تطلع. ولا يرد سلاما، لا يرد السلام ولا يجيب المؤذن، ويكون المسلم مقصرا لا يستحق جوابا. المسلم إذا سمعت واحد قال الحمد لله وانت بالحمام قلت يرحمكم الله، لا تستحق أن يقول لك أثابنا وأثابكم أو يهديكم يهدينا ويهديكم الله، لا تجاوب. قال لا يستحق جوابا. والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه، كراهة تنزيه. ولا يحرم، فإن عطس فحمد الله أو فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس، قلبه قال الحمد لله عادي ما بضر. وكذلك يفعل حال الجماع، حال الجماع كمان لو بده يذكر الله عز وجل فبقلبه دون أن يذكر ذلك بلسانه، لكن لو تكلم ما في إثم ما في حرام. ليش؟ لأنه ما جاء النهي عن الكلام في الصلاة، الكلام خارج الصلاة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله ما لم يكن في جنابه، طبعا هذا دل على جواز، لما قال يقرأ القرآن في كل أحواله ما لم يكن جنوبا دل على جواز أن يذكر الله عز وجل في الخلاء، لكن مع إيش؟ الكراهة، الكراهة لا تذكر الله عز وجل في هذه الأماكن. تأكيدا لهذا الكلام، تأكيدا لهذا تم ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم. وفي حديث عن المهاجر ابن قنفذ، المهاجر ابن قنفذ من بني تميم من قرائب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، صحابي، قال أن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه. طبعا هذا سلم على الذي يبول، قلنا إحنا لا يستحق جوابا، هيك قال النووي، لكن شوف أدب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال فسلمت عليه فلم يرد. طبعا أكيد راح تحز بنفس المسلم، قال حتى توضأ، حتى توضأ ثم إجا إلى المهاجر فاعتذر منه، أنا ما رديت عليك السلام، اعتذر. وهذا شوف والله العظيم قمة الأدب يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا نحكي عن أدب النبي، ربنا شو قال عنه؟ إنك لعلى خلق عظيم. شوف أخلاقه الرائعة، قال اعتذر من المهاجر لأنه لم يرد السلام عليه، فقال فاعتذر إلي وقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر. سبحان الله، الله عز وجل قل ما لكم لا ترجون لله وقارا، وأفضل وأولى من وقر الله عز وجل وأعطى لله الوقار، من ما لكم لا تعظمون شعائر الله، وأفضل من عظم شعائر الله حبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول الرواية تقول قال فإني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر، وفي رواية أو قال على طهارة، حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. ممكن حديث. طيب الآن في عنا الباب الثالث عشر، باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة. شوف الحديثين اللي مروا سابقا، اللي مر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، ممكن كان في بعض المعارك وبعض الغزوات وشاف له زاوية، شاف له مكان بعيد، شرأه بعض الصحابة سلم عليه، لكن انت الأصل ما تعملها، الأصل واحد بلشان قضاء حاجة اتركه. فهنا جاء باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة. قال أصحابنا يكره السلام عليه، فإن سلم لم يستحق جوابا، لحديث ابن عمر السابق والمهاجر المذكورين في الباب قبله. نفس الشيء، ما ذكر أحاديث وإنما اكتفى بما ذكره في الحديث السابق اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم
اعتذر من المهاجر وقال له إني كرهت أن أرد عليك أو أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة. الآن وصلنا إلى باب ما يقول إذا خرج من الخلاء بإذن واحد أحد، سنتناوله في محاضرة قادمة. أسأل الله العلي العظيم أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أولادنا وفي علومنا وفي عقولنا وفي أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفيما آتانا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.